الله يا ابها، شوف الجمال. الله، شوفوا شوفوا الجمال يا جماعة الخير، يا ربي يبارك فيها الزين، ما شاء الله تبارك الله، جمال ولا أحلى. الله يا أبها، الله، والله لا يوجد أبها من أبها، ما شاء الله تبارك الله. شوف الجو والطبيعة، كفاية هالشجرة لا بس. الله، شوف 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 شوف، الله، صراحة هذه الأشجار اللي ما أدري إيش اسمها، الكاجندرا ولا الكراجندرا ما أدري إيش اسمها. فطور ابو امير اليوم مع العائله الكريمه ان شاء الله هنا في شارع الهل. خلاص حجزنا لنا جلسه وضبطنا الامور وجهزنا الاكل وكل شيء تمام. الحين ختاميه، خلاص ما عاد بقى لنا وقت قليل ويبدا الاذان. اسال الله ان يقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. اهل ابها كلهم خلاص طرقوا البيوت وجوا هنا يفطرون، ما شاء الله صراحة ما لوم، مكان جميل وجو أحلى، وبدال ما تفطر في البيت الروتين المعتاد، الله مع عيالك تفطر فيها محل زين، غسل عيونك، متعة بصرية، طاقة إيجابية، افطر وارجع صلي التراويح في المسجد وادعي عيالك، الله أكبر. طبعا ما شاء الله تبارك الله، مبادرة افطار صائم دائما بلدنا ولله الحمد في كل مكان، افطار صائم موجود ما تنقطع ولا تجوع، اللهم لك الحمد، الله يديمها من نعمة وعز. يا ربي عط امي الصحة والعافية، بيض الله وجهك يا امه، يحرم وجهك عن النار يا رب. ما شاء الله العالم مليان، الناس كلها تفطر، الله يقبل منهم ومنكم، الله يجزاك خير يا ماما.